بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما عودناكم كل يوم حد وأربع بنكون معاكم الساعة 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار أو أهم الأحداث الرياضية حصلت في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا، وتعليقنا على الأحداث دي وتوقعاتنا لأمور كتيرة جدا بتحصل في الألعاب الأخرى. ده بيبقى النص الأولاني من حلقتنا. النص الثاني الحقيقه بيكون معانا ضيوف او قصه ابطال او فريق بطل او لاعب بطل، لان احنا طبعا ابطالنا او ضيوفنا بيكونوا ابطال. ابطالنا النهارده الووتر بولو. الووتر بولو مواليد 2005، فريق النادي الاهلي بطل الجمهوريه منذ ايام. طب ليه الووتر بولو؟ الحقيقه الووتر بولو من اللعبات الحقيقه مظلومه جامد اعلاميا، لعبه ممتعه جدا وشيقه جدا، كانك بتتفرج على كره يد ولكن في الماء. الووتر بولو لعبه شيقه جدا، وعلى فكره الفتره اللي جايه احنا حاطين الووتر بولو معانا في حساباتنا وهنغطيها عن قرب وهنوريكم قد ايه اللعبه دي ممتعه. اللعبه دي ظلمت كتير وكان عندنا نجوم كبار جدا على مستوى افريقيا ومستوى العرب ومستوى العالم، ولكن اللعبه دي مظلومه اعلاميا. النهارده احنا معانا مستقبل النادي الاهلي، مواليد 2005، يعني بنتكلم في 15 سنه سن، يعني خلال 3 4 سنين جايين هم مستقبل النادي الاهلي. والحقيقه اللعبه دي حصل فيها طفره كبيره، كابتن وائل عزت وكابتن وليد عزت الاثنين حطوا النادي الاهلي تاني على خريطه الووتر بولو بعد ما كان بعد سنين طويله. ده في النص الثاني من حلقتنا. النص الاولاني بيكون معانا مجموعه من الاخبار، وزي ما عودناكم الخبر الاول دائما ابدا هيكون كره اليد، وبنفكركم كاس العالم اقترب خلاص اقل من اسبوعين على بدايه كاس العالم الاربع رجال اللي بعده، وماتش الافتتاح لمصر على الصاله رقم واحد مع تشيلي. خلاص الدنيا بتقرب جدا جدا جدا، وهنجيب لكم اخبار كتيره عن كاس العالم. هنبتدي دلوقتي عن طبعا منتخب مصر لكرة اليد. منتخب مصر كرة اليد زي ما حضراتكم عارفين عنده أزمة. أزمة إيه؟ إن مفيش ماتشات ودية زي كل دول العالم. المنتخب ضم 8 لاعبين من الأهلي، وهم محمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ومحسن رمضان وعبد الرحمن فيصل وأحمد هشام سيسة وإسلام حسن وإبراهيم المصري وأحمد عادل. القايمة دلوقتي 23 لاعب، هيخرج منها 3 عشان يبقوا 20 لاعب. ليه 20 لاعب؟ لأنه عاملين حساب لا قدر الله مش النادي مش منتخب مصر، ولكن الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى حط 4 لعيبة في القايمة زيادة عشان لا قدر الله لو لاعب أو 2 أصيبوا بكورونا وده وارد جدا، يبقى عندك 4 لاعبين تقدر تدخلهم القايمة تاني، وده قرار استثنائي لظروف استثنائية. طيب مصر هتلعب من هنا لكأس العالم 3 ماتشات ودية، ماتشين مع اليابان اللي وصلوا النهارده، ونقول لحضراتكم هنجيب لكم لقطات ووصلوا ومين كان في استقبالهم والقصة دي كلها. اليابان النهارده منتخب اليابان وصل النهارده الصبح قادما من دبي على احد الرحلات، ونزل مصر ومصر المنتخب مصر لا هيلعب ماتشين الثلاث والخميس، وهيلعب ماتش الاسبوع اللي جاي مع البرازيل. يبقى 3 ماتشات عندنا اهو مع فرق جايه بدري عشان تستعد زي ما احنا عايزين نستعد. الثلاث ماتشات دول هيكونوا قبل طبعا يوم الاربعاء اللي جاي، لا اللي بعده هيكون معانا تشيلي. خلينا افكركم مجموعتنا السويد وتشيلي وتشيك، ومجموعه اليابان موجود فيها مين؟ مجموعه اليابان معاها أنجولا قطر ومين تاني يا جماعة؟ أنجولا وقطر واليابان، دول المجموعة اللي فيها اليابان. طبعا اليابان يما تلعب معانا ليه؟ عشان احنا لعبنا قريب من بعض الفرق اللي هتلعبهم في المجموعة. كاس العالم، كاس العالم حدث كبير جدا جدا جدا، وحدث الدولة المصرية مدياله اهتمام كبير من أكتر من سنتين. ليه؟ عشان يطلع بصورة كويسة في وقت فيه تحديات رهيبة، وهو طبعا فيروس كورونا وخوف فرق كتيره جدا انها تيجي، ولكن وصول منتخب اليابان النهارده بدري ده يدل الحمد لله على ثقه كل الاتحادات وحتى الاتحاد الدولي وثقه العالم كله ان مصر تستطيع تنظيم بطوله في هذه الظروف الاستثنائيه. نتمنى ان شاء الله ان التنظيم يطلع بالشكل اللي يليق باسم مصر، واحنا عندنا ثقه في كده ان شاء الله. هنروح لكره اليد سيدات. يمكن انتوا عارفين الدور الاول احنا 18 فرقه في الدوري او الدوري العام 18 فرقه. الاهلي في ال 17 ماتش الاولين لعبهم بدون ولا هزيمه. الاهلي لعب ماتشين، اول ماتش في حلوان كان الاسبوع اللي فات فاز بيه كان بنتيجه 51-6، فاز مباراته الثانيه في الجوله الثانيه النهارده مع او امبارح مع نادي تشامبيون الرحاب في مدينه الرحاب، كسب كام؟ كسب 28-13. طبعا المباريات دي كلها كابتن يحيى يوسف مستعد ليها كويس، البنات جاهزين يمكن ماشيين لغايه دلوقتي كويس، كابتن يحيى يوسف قافل على فرقته بشكل جيد، بيتمرنوا عشان يستعيدوا اللقب اللي خسرناه السنه اللي فاتت بعد حاجه و30 سنه حصول على هذا اللقب. فطبعا السنه دي سنه فيها تحدي، ولكن هم ماشيين بخطى ثابته ونتمنى لهم طبعا كل التوفيق. الماتش اللي جاي هيكون مع الوليدو يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، هيتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنروح لكره السله رجال، واحنا
طبعا احتفلنا ولسه بنعيش طبعا نشوه النصر في المرتبط على نادي الاتحاد السكندري، وبعد ما فزنا في مجمل المباريات 3-4 احنا والمرتبط، او يعني 3 من 4 ماتشات. الحقيقه كابتن اشرف توفيق عنده كاس مصر جاي، فالراجل بيرفع الحمل البدني عشان يخرج، لان خلي بالكم كان في مجموعه من اللعيبه مصابين، عمرو الجندي وايهاب امين. طبعا دي لقطات لتسليم درع او كاس التتويج طبعا المرتبط. كابتن اشرف توفيق بيرفع البدني ليه؟ بيرفع البدني عشان كان في مجموعه من اللاعبين كانوا مصابين، عندك عمرو الجندي وايهاب امين كان اول ماتش او اول كره يلمسوها بعد كورونا كان المباراه دي، ما حتى ما سخنوه يعني التسخين كان اول مره يلمس الكوره، فطبعا في فرق بدني. الجمال راجع من اصابه، عندك ايهاب امين برده راجع من شد، ففي فرق في الايه في القدرات البدنيه او الاستعداد البدني للاعبين. كابتن اشرف توفيق بيرفع الحمل البدني عشان الموسم طويل قوي، وانا هقول لكم الموسم هيبقى شكله ايه. عندنا دور ال 16، احنا دور ال 32 في كاس مصر، باي، احنا باي، هنلعب يوم 9 يناير دور ال 16، هيبقى مع الكسبان من الشرقيه الدخان والترام، يعني تقريبا يعني هتبقى على ما يعني اتوقع الشرقيه الدخان غالبا اللي هتكسب، يعني هيبقى الاهلي والشرقيه الدخان غالبا، او اللي هيفوز من الدخان والترام هيبقى يوم 9 يناير دور ال 16. طب موسم الباسكت عامل ازاي؟ لا موسم طويل جدا، عندك الكاس بيتلعب اهو، عندك يوم 26 يناير ماتش السوبر للسنه اللي فاتت، ماتش السوبر بتاع السنه اللي فاتت اللي كان يوم 8 وتم تاجيله ليوم 26، الحقيقه احنا ما نعرفش السبب ايه، يعني احنا ما نعرفش سبب التاجيل. الاتحاد السله خد قرار بتاجيل ماتش السوبر للرجال والسيدات من 8 يناير اللي كان محدد اقامته سلفا، والغريبه انه كان يوم يوم 9، يوم 9 هيتلعب، يعني لو انت بتقول مثلا انا هو كان يوم 8، لو بالظبط يوم 8، يوم 8 يناير كان مباراة السوبر، كان يوم تم تأجيله لأجل غير مسمى، ده في البداية الأسباب ما نعرفش، وبعد كده اتحط يوم 26/2 يوم 26 يناير، طب إيه الأسباب؟ برضو ما نعرفش. الغريبة إنه يوم 9 يناير في الكاس 16، فلو هو عشان كورونا طب 8-9 ما فرقتش. المهم يعني إيه؟ إن في المحصلة إن تم تأجيله الأسباب لا نعلمها، يعني ما اتحاد السله ما قالش سبب التاجيل ايه، ومع ذلك النادي الاهلي ملتزم بما يصدر عن الاتحادات من كل شيء، سواء لوائح او ميعاد ماتشات، وزي ما احنا شفنا النادي الاهلي كان بينادي تاجيل المباريات بتاعه المرتبط يوم واحد، مش عشان النادي الاهلي لعيب هيرجع، لا عشان تكون نتيجه المساحات ظهرت وما يكونش في ضغط على اللعيبه، ان اللعيبه تعرف قبل المباراه نتيجه المسح. طلبنا 24 ساعه قوبل بالرفض في الوقت اللي الاتحاد السكندري كان مأيد ده وما قالش لا يعني، ولكن اتلعبت الماتشات وكان في اصرار كبير من اتحاد السله، واحنا التزمنا طبعا، وكان النادي الاهلي بيلعب، وكان اكبر دليل على التزامنا الحمد لله ان احنا فزنا بالبطوله وان احنا ما عندناش مشكله. ولكن تاجيل السوبر احنا الحقيقه ما عندناش، انا ما اعرفش اتاجل ليه، لان اتحاد السله ما اعلنش وما احناش عارفين اتاجل ليه، ولكن الفتره دي فتره كافيه جدا للاتحاد السكندري انه يغير المحترف بتاعه، وفتره كافيه كمان انه يبتدي يستعد او ايه يبتدي يجهز للمباراه القادمه. الاسباب ايه ما نعرفش، ونتمنى طبعا في تساؤلات كتير واحنا الحقيقه مش لاقيين لها اجابه. طيب هنروح على كره السله رجال سيدات. الاهلي طبعا كان بيلعب الجزيره في دور ال 16 في كاس مصر، وكانت المباراه بتلعب على صاله الشهداء، دي لقطات ارشيفيه من تتويج الفريق ببطوله القاهره، وخلي بالكم الفريق ده خد بطولتين في اقل من شهر، بطوله المنطقه كان ضد نادي الجزيره بالمناسبه، لعبوا نادي الجزيره في دور ال 16، انتهت المباراه بفوز الاهلي 103-84. طيب الغريبه انه نادي الجزيره طلع النادي الاهلي السنه اللي فاتت في دور الثمانيه، كانت المباراه دي في دور الثمانيه السنه اللي فاتت، ونادي الجزيره خرج النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي النهارده او امبارح قدر انه يكسب تاني الجزيره ويتاهل لدور الثمانيه. هيلاعب مين؟ هيلاعب الفائز من الغابه والصيد، هننتظر مين اللي هيكسب وهنكسب يعني ان شاء الله بشكل كبير. احنا رايحين على قبل النهائي، بس مش هيتلعب قبل النهائي وما تحددش ميعاده امتى، يعني هنتلعب دور الثمانيه وبعد كده هيقف كاس مصر وهيستأنف السوبر. خليني بس اوضح لكم حاجه معينه، او هتعرفوا السله قد ايه موسم شاق جدا. بعد ما خلصنا دوري المرتبط كان في 16 فرقه بيلعبوا دوري المرتبط، 4 مجموعات 4 في 4، على فكره رجال وسيدات مش رجال بس، انا بتكلم على الاثنين، فترتبوا من 1 ل 16، ترتبوا من 1 ل 16، لازم الواحد لل 16 دول يحصل ايه؟ نقسمهم 8 و8، اتحاد السله قال كده، 8 فوق و8 تحت، ايه ال 8 اللي فوق؟ 8 بينافسوا على الدوري السوبر و8 بيحددوا الهبوط. ال 8 اللي على دوري السوبر الاول هيلاعب ال 16، والثاني هيلاعب ال 15، والثالث هيلاعب ال 14، وهكذا هيلعبوا بيست اوف 3. غالبا بالورقه والقلم
هيبقى مش الثمانية، هنقول السبعة، الثامن والتاسع هيبقى بينهم من بعض قريبين من بعض، هما في الجدول الثامن هيلاعب التاسع، فغالبا اللي هيبقى فيه شد هو الثامن والتاسع، انما من الاول للسابع تقريبا محسوم هيتأهلوا. طيب بعد ما يتأهل الثمانية اللي فوق، الثمانية اللي فوق لما يتأهلوا هيلعبوا بقى بلاي، هيلعبوا رايح جاي، هيلعبوا رايح جاي كم ماتش؟ 7 في 2 ب 14. ده للترتيب بس، بس ماتشات مهمة، لأن طبعا أنت بتلاعب فرقة بتثبت نفسك بتاع، لأن الترتيب كل بالظبط، كل ما ترتيبك يبقى متقدم سكتك هتبقى سهلة لغاية الفاينل، كل ما تتأخر كل ما تلاقي بتقابل في الطريق فرق جامدة. بعد الثمانية اللي فوق ما ييجوا، الأول هيلاعب الثامن، والثاني هيلاعب السابع، والثالث هيلاعب السادس، والرابع هيلاعب الخامس، ويلعبوا أدوار إقصائية بيست أوف 3، وبعد كده يطلعوا لغاية قبل النهائي هيلعبوا بيست أوف 5، وبعد كده النهائي بيست أوف 5. ده موسم طويل جدا، فالكوتش أشرف توفيق عشان كده برضه كابتن علي هاشم بيجهز كل المصابين، بيعد بيعمل، طبعا الموضوع قاسي جدا على السلة، والحقيقة فنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. هنروح للكرة الطائرة رجال، النادي الأهلي كان افتتح طبعا مشواره مع الدخان. طبعا انتوا عارفين الفتره اللي فاتت الكره الطائره خضتنا عليها جامد، كابتن محمد مصالح حميدو جاله فيروس وتعب جامد يعني الحقيقه، وخضنا عليه جامد، ولكن هو تحسن بشكل كبير الحمد لله، ونزل خلاص المباريات، كسبنا الدخان 3-0، والمباراه كانت بتلعب على صاله شاي الدخان في الهرم. والحقيقه الفرقه بشكل عام احنا الاخبار اللي جاينا كويسه، ان اللعيبه الحمد لله كل مساحاتها سلبيه، ولكن كان لازم نطمن من كابتن محمد مصالح حميدو بنفسه او بنفسنا على الفرقه، وعشان كده هو معانا على الهاتف. ازيك يا كابتن محمد؟ كابتن محمد مصالح ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن هيثم، الف مليون حمد لله على سلامتك، ويا رب يا رب ان شاء الله دائما ابدا تحلق بالفرقه بتاعتك في طائره يعني طائره يعني في سماء النادي الاهلي بدون اي مشاكل. الف حمد لله على سلامتك كابتن. الله يسلمك وربنا يحفظ الجميع ان شاء الله. كابتن، موضوع كورونا كان يعني ضرب الفرقه بقوه، طمنا كان كام لاعب مصاب والحمد لله حضرتك طبعا، وكام لاعب، طمنا على الفرقه من خبطه كورونا دي. والله يا قنبله ضربت الفرقه زي ما تقول كده، الفرقه الحمد لله كانت ماشيه كويس جدا فني وبدني، وعملنا ماتشات وديه كانت كويسه جدا قبل الدوري، كانت الفرقه ماشيه حلو جدا، لكن احمد صلاح كان تعرض يعني جات له اعراض، عمل مسحه طلعت ايجابي، وبعدين جات الاعراض عليا انا، وبعدين بقى الفرقه ابتدت تقلق جامد جدا، اضطريت اوقف التمرين بعد اول ماتش كان في الدوري، كان يوم 18، وقفت التمرين لمده 4 ايام لتقييم الموقف يعني مع الدكتور واللجنه الطبيه في النادي، عملنا مساحات لكل اللعيبه، طلع 9 لعيبه عندهم كورونا. رقم كبير قوي يا كابتن، يعني بصراحه الله يكون في عونكم. ما انا بقول لحضرتك هي قنبله ضربت. قنبله صحيح، الموضوع كان صعب. اتفضل يا كابتن. كان صعب جدا، واجلنا ماتش بتروجيت والقناه، وكابتن تامر بعد الاربع ايام دول الناس اللي موجودين طبعا مع استعانه ببعض الناشئين النادي اللي تحت يعني، لعبنا ماتش رايل الدخان، والحمد لله كابتن تامر وكابتن جمعه قدروا يعني يعدوا الماتش دوت، والحمد لله الفرقه دلوقتي كل الفرقه التسعه تقريبا خلاص الحمد لله المسحه بتاعتهم سلبيه، وابتدوا ينتظموا في التمرين، وانا ان شاء الله باذن الله يعني هنزل التمرين يوم الاربعاء باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، على حضرتك الحمد لله، احنا حضرتك كنت تعبان واحنا قلقنا عليك جامد والحقيقه، وكان دعواتنا وقلوبنا معاك، بس حضرتك بتطمنا على نفسك ان شاء الله يوم الاربعاء في التمرين باذن الله. والله انا كنت تعبان شويتين، بس ربنا قدر اللطف يعني الحمد لله. ما احنا عارف والله يا كابتن، وكان عندك يعني لا يعني كان شديد عليك، يمكن حضرتك كنت اكتر واحد الدور عليه شديد، بس طب كابتن دلوقتي يعني هيبقى عند حضرتك مشكله طبعا الناحيه البدنيه، طبعا 9 لاعبين راجعين من دور قوي وبتاع، فطبعا والدوري ما بيرحمش زي ما حضرتك شايف الماتشات ورا بعض، هتعمل ايه في المعضله دي؟ والله يعني ان شاء الله بس من اليوم الاربعاء ان شاء الله هجتمع مع حسن محطه الاحمال، والحمد لله احنا لسه في اول الدوري يعني، وان شاء الله في خلال اسبوعين الناس اللي هي كانت قاعده دي ان شاء الله ترجع تاني، وفي خلال 3 اسابيع شهر باذن الله يرجعوا كلهم فورمه، وربنا يستر على الجميع يعني ان شاء الله، وما يحصلش حاجه تاني باذن الله. صحيح يا كابتن محمد مصالح، بنطمن عليك، والف مليون حمد لله على سلامتك وسلامه اللاعبين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه موضوع كان في منتهى الاهميه، وكان لازم نسمع ونطمن من كابتن محمد مصالح ميدو، لانه الحقيقه كان صعب 9 لاعبين. وبنشكر بالمناسبه قبل ما اطلع لفاصل بنشكر كابتن سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته، لانه استجاب على الفور
وخاف على اللعيبه وسلامه اللعيبه واجل الدنيا كلها لغايه ما يطمن على اللاعبين وعلى لاعبي مصر كلها مش موضوع النادي الاهلي. وده نظام هيبقى موجود مع كل الانديه. ولكن بنشكر كابتن سامح حمدي في سرعه استجابته وحرصه على سلامه اللاعبين. طيب نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا لسه جوه النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا مع خبر كره الطائره الرجال وشفنا طبعا الكورونا اللي ضربت الفريق بشده. نروح بقى للكره الطائره سيدات. الحقيقه كان اول مباراه ليهم مع ديلفي، كان الماتش ده في صاله الشهداء او الصاله الصغيره بالنادي الاهلي وفوزنا 3-0. الماتش كانت لعب الجمعه اللي فاتت، والحقيقه هم عندهم ماتش قوي جدا، عندهم ماتش مع سبورتنج في اسكندريه ده يوم الجمعه الجايه. يعني يمكن ديلفي طبعا النتيجه خلصت 3-0 كان استعداد كويس. كابتن حمدي الصافي بالمناسبه اطمن على فرقته، ولكن المباراه المهمه هتكون مع سبورتنج في اسكندريه الجمعه اللي جايه. نتمنى التوفيق لكابتن حمدي الصافي واللاعبات، واكيد هنتابعهم ونجيب لحضراتكم اخبارهم بشكل يعني دوري باذن الله. طيب تنس الطاوله في الاسماعيليه، بيلعبوا في الاسماعيليه الفردي رجال وسيدات. النادي الاهلي الحقيقه وصل للادوار النهائيه كلها. يمكن خليني اقول لكم ان خلاص يعني من لحظات انتهت السيدات والرجال، يمكن البيلي خد مركز اول النادي الاهلي، مركز ثالث خالد، مركز ثاني خالد عصر اهلي، مركز ثالث شادي محمد اهلي، يعني الثلاثه الاوائل اهلي. دي بطوله الجمهوريه للفردي. عندنا في السيدات هنا جوده صاحبه ال 15 سنه مركز اول، مركز ثاني مريم الهضيبي ايضا النادي الاهلي، عايده ابراهيم مركز ثالث. النادي الاهلي استحوذ على الثلاث مراكز والثلاث ميداليات الاولى. وعايز اقول لكم ان في السيدات الرابع كمان او الرابعه كمان من النادي الاهلي، يمكن الاهلي ثلاثه من اربعه. طبعا اتحاد تنس الطاوله معتز عاشور شخص يعني محترم جدا وشخص عملي ومرتب، الراجل واخد اجراءات احترازيه شديده جدا 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 عشان ما يبقاش المباريات سبب من اسباب انتشار المرض. بيقيس درجات الحراره وتعقيم لكل الملعب، مباراه بعد مباراه، تباعد اجتماعي، الدنيا في المسيطره. يعني الاخبار اللي جايلنا من هناك ان الاتحاد التنس الطاوله الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا جدا لتامين الفرق والادوات والكور، الترابيزات، كل ده بيتم تعقيمه من المباراه للتانيه بالاضافه للتباعد الاجتماعي اللي عامله اتحاد التنس. الحقيقه اتحاد التنس من انشط الاتحادات ونتمنى ليه كل التوفيق. تنس الطاوله انا اسف. كده خلصت اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، هنروح للاخبار المحليه. طبعا الاخبار المحليه برضه هيكون في طلعتها كره اليد، وزي ما قلنا لحضراتكم في البدايه اليابان وصل النهارده، منتخب اليابان لكره اليد وصل النهارده. طبعا منتخب اليابان مش من المنتخبات القويه، ولكن منتخب برضه بيشارك بصفه دايمه او مستمره من اسيا ككره يد. وصلت النهارده على احدى، طبعا انا بس عايز اقف على الصوره دي. زي ما انتم شايفين طبعا الحجر الصحي وتعقيم وقاسوا اللعيبه درجات الحراره. شايفين الاتوبيس ده؟ الاتوبيس ده خد اللعيبه من تحت باب الطياره وداهم على الاوتيل على طول. حاجه او نظام بيتبعه المسؤولين او منظمين حاجه اسمها من الباب للباب. يعني هياخدوا اللعيبه من باب الطياره هتروح على الاوتيل، والاوتيل بالمناسبه كبسوله بابل مقفوله خالص. حتى الموظفين اللي جوه الاوتيل محدش هيخرج طول فتره الايه؟ اقامه الفرق. كاس العالم ده رقم 27 هيتلعب من الفتره من 13 ل 31 يناير. وكان في استقبال النهارده البعثه مين زي ما حضراتكم شايفين؟ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الدكتور حسن مصطفى طبعا رئيس الاتحاد الدولي، عندك سفير اليابان كان موجود. وطبعا اللي عايز اوصله ليكم انه طبعا انت كفريق بجاي يلعب او جاي كاس عالم زي ده، لما تلاقي الحضور او الاستقبال في الشكل ده انت راجل بتحس قد ايه الدوله دي سيريس جدا او جاده جدا في تنظيم كاس العالم وجاده جدا في سلامه اللاعبين. طيب خلينا نقول كمان انه طبعا موضوع فيروس كورونا كل الفرق قلقانه، ولكن كان في تاكيدات قويه جدا وضمانات قويه جدا جدا من رئيس اللجنه العليا المنظمه طبعا معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ان الموضوع يعني لما تلاقي رئيس اللجنه العليا رئيس الوزراء فده بيدي طمانينه كبيره جدا للفرق. الدنيا ماشيه كويس، نتمنى ان شاء الله الفرق تبتدي تيجي تباعا ونبتدي كاس العالم يبتدي. احنا متشوقين ان احنا نشوف التنظيم والافتتاح، ومتشوقين كمان نشوف منتخب اليد ان شاء الله يفرحنا ازاي. يعني احنا نتمنى طبعا يوصل للمربع، هو في الثمانيه الكبار كده كده الحمد لله اخر بطوله ليه، ولكن نتمنى ان شاء الله انه يخش المربع، وليه لا ما ناخد كاس العالم، يعني ليه احلامنا ما تبقاش كبيره. طيب هنروح لكرة السلة. يمكن مواعيد بقى الرجال والسيدات في كرة السلة، اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدة أبو فريخة حدد يوم 26 يناير اللي احنا فيه ميعاد لماتش كأس السوبر للرجال والسيدات. زي ما قلنا انه طبعا الماتش هيكون ما بين الاتحاد السكندري والاهلي، الاهلي والاتحاد السكندري طبعا
في او الاتحاد الاسكندري والاهلي. طبعا الاتحاد الاسكندري هو البطل السنه اللي فاتت، هيكون ده للرجال. السيدات هيبقى الاهلي بطل دوري السوبر وهليوبلس بطل الكاس، ده بالنسبه للسيدات. الاثنين هيبقوا في يوم واحد بالمناسبه. وكان زي ما قلنا متحدد لها يوم 8 وتأجيل يوم 26، ومنافسات الرجال هتستأنف مره ثانيه باقامه دور ال 32 في بطوله الكاس. زي ما قلنا لحضراتكم كاس او بطوله الدور ال 32 في الكاس احنا باي، هنلعب في دور ال 16 وهنلعب يوم 9 يناير اللي جاي ان شاء الله. خلينا نروح لخبر مهم كمان، ثلاثي الريشه الطائره. الريشه الطائره الحقيقه من الاتحادات العالميا وتأهلوا للاولمبياد بشكل جيد، رايحين يشاركوا ثلاثي بتاعهم، رايحين يشارك في بطوله في تايلاند، بطولتين في تايلاند. طب ليه بطولتين في تايلاند؟ لان البطولتين دول جوه اجنده الاتحاد الدولي وبيدوا سكور عالي جدا. البطوله دي او البطولتين دول هيدوا سكور كبير جدا للعيبه بتاعتنا والمنتخبات. طيب مين اللي رايح؟ هاديه حسني، ضحى هانم، ادهم حاتم. يعني اثنين سيدات ورجل. طب ليه؟ لان زوج السيدات، واحنا رايحين زوجي، البطوله دي زوجي بس. زوج السيدات هيبقى هادية حسني وضحى هاني. الزوج المختلط هيبقى مين؟ هيبقى أدهم وضحى. أدهم وضحى هيلعبوا البطولتين بنفس التشكيل ده، ثلاث لاعبات. طب ليه رايحين بدري البطولة؟ عشان تايلاند من الدول اللي بتشترط أسبوعين حجر، من 10 أيام لأسبوعين. فطبعا هو مش هيروح يلعب البطولة على طول، فلازم يروح 10 أيام بدري. طبعا تايلاند حلو أصلا، فطبعا هما مش هيحسوا بالإيه؟ بالغربة دي. بس طيب معانا طبعا الكابتن هشام التهامي رئيس اتحاد الريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. طبعا بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب، ونتمنى التوفيق ليكم. وكلمني عن مشاركه الثلاثي في بطولتي تايلاند يا كابتن. وحضرتك بالصحه والسلامه، واحنا ان شاء الله دي كانت اول مشاركه، لان كل البطولات الدوليه كانت بتتلغي الفتره اللي فاتت دي كلها. دي اول يعتبر من البطولات الدوليه اللي احنا بنسعى ان احنا نشارك فيها عشان نثبت اقدامنا في التأهيل لأولمبياد طوكيو 2021. بطولة مهمة جدا، هي بطولتين في نفس الدولة ورا بعض على طول، بتساعد الولاد ان هو يعلوا الترتيب العالمي بتاعهم، يزودوا النقط بتاعتهم، يحاولوا ان احنا ندخل جوه اكتر في الترتيب العالمي بحيث ان احنا نضمن التأهل لطوكيو اللي احنا بنسبة 90% ان شاء الله، ويمكن اكتر من النسبة دي ضامنين تأهل ان شاء الله. الحقيقه انا قلت في البدايه ان شاء الله ان احنا تاهلنا، وباذن الله يعني انا ثقه زي ما حضرتك بتقول 90% ان شاء الله نتاهل. بس يا كابتن كلمني عن المشاركين، يعني جنسياتهم في البطوله دي، يعني بطوله قويه ولا بطوله بيشارك فيها اغلبهم من اسيا؟ يعني كلمنا عن المشاركين في البطوله غير المصريين طبعا. لا هي بطوله قويه جدا، وتعطش اللاعبين في جميع دول العالم ان هم يشاركوا في البطولات الدوليه، لان بقى لهم داخلين في قرابه التسع شهور ما فيش يمكن مشاركات دوليه خالص. فكل الدول مشاركه، طبعا الصين، يابان، دنمارك، كل الدول الاوروبيه، كله بيسعى للتاهل بيشارك في البطوله، لان بطوله مهمه جدا وبطوله ليها بوينت كتير، فهتفيد كل اللعيبه اللي بيحاولوا ان هم يتاهلوا لطوكيو 2021. اكيد هنتابعكم يا كابتن هشام ونبارك لك اكيد باذن الله. بس قول لي يعني احنا يعني اللي اعرفه ان في ابريل هتبقى الدنيا ظهرت ان شاء الله بالنسبه للاولمبياد، هل في تجديد في 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 كلام جديد عشان كورونا ولا احنا على المواعيد القديمه؟ لا لا هو بالظبط كده، واحنا المواعيد بتبقى اخر شهر 4 بتكون خلصت البطولات التاهيليه للفرق لكل الدول، بيبتدوا يشوفوا مين بقى اللي 50 على العالم هم اللي بيدخلوا على التاهيل مباشره. فاحنا الحمد لله ترتيبنا بالزوج السيدات ال 35 لحد دلوقتي، ففي منطقه امنه الحمد لله تماما. بس برضه الواحد دايما يعني ما بيحاولش يلزم الاحداث، وان شاء الله نكمل على خير. عندنا الزوج المختلط برضه ال 50 على العالم اللي هو يعني بنحاول بقى نزق شويه بيه، ان شاء الله يدخلوا برضه في مكان دافي اكتر من كده ونتاهل يا رب كده، ودعواتكم كلكم ان شاء الله. ان شاء الله البطوله دي تزق شويه المختلط، يعني ان شاء الله يخشوا في الاربعينات او في الثلاثينات، وزي ما قلت حضرتك ان هو بقى في المنطقه الامنه. طب يا كابتن يعني قول لي يعني الفتره اللي فاتت كان في بطولات كتيره جدا اتلغت، كنت بتستعد ازاي؟ يعني كنت عامل اللعيبه معسكر ولا كنت عامل ايه؟ لانه طبعا فجأة البطولات استؤنفت، وكنا الفترة اللي فاتت ما فيش بطولات، كنت بتعمل ايه؟ والله احنا مش شغالين تدريبات، ما وقفناش تدريبات غير فترة اول فترة اللائحة يعني،
اللي كل الناس توقفت فيها. بعد كده من شهر يمكن 7 من ساعة ما ابتدينا ورجعنا للنشاط الرياضي ما توقفناش خالص لتدريبات المنتخب. اللعيبة بالذات الثلاثة اللي سافروا تدريباتهم مستمرة على طول، حتى لو كان المنتخب بأكمله اللي هو الفرقة الكبيرة الكتير اللي هم اللي قوامهم 12 واحد ممكن نتوقف ساعة في فترات من السنة، لكن دول شغالين لأن احنا لينا أهداف خاصة معاهم لتأهيل طوكيو ومش محتاجين إن احنا نقف خالص فيهم. فمن ساعة ما رجعنا للنشاط التدريبات مستمرة بشكل دائم للثلاث لعيبة المهمين لطوكيو إن شاء الله. اكيد طبعا كابتن هشام التهامي، كل التوفيق لحضرتك وطبعا لمنتخب مصر المشارك في بطوله تايلاند او بطوله تايلاند. شكرا جزيلا لحضرتك، وهنتابعكم يا كابتن هشام لان انتوا الحقيقه عليكم يعني طموحات كبيره من اللجنه الاولمبيه، انتوا ممكن تحققوا ان شاء الله ميداليه يا رب باذن الله في باذن بعد التاهل لطوكيو باذن الرحمن. كده تكون طبعا خلصت اخبارنا المحليه، نروح للاخبار العالميه. وطبعا على راس هذه الاخبار العالميه ودوري الام بي اي بتاع الباسكت او الباسكت بول في امريكا. الحقيقه بدأ الدوري، بدأ الام بي اي في 5 جولات اتلعبوا او 6 جولات، بيلعبوا رايح جاي دلوقتي، ما فيش كامب مقفول زي السنه اللي فاتت، ولكن بيلعبوا رايح جاي وفي مساحات بتتعمل والدنيا متسيطر عليها واللعيبه واخده بالها كويس قوي وعليهم كنترول جيد من حته الكورونا. يمكن اول الماتشات لينا بليزرز فاز على جولدن ستيت ووريرز الحقيقه بنتيجه 123-98. طبعا ده ليلارد لاعب بورتلاند حط 34 نقطه اللي كان في لابس احمر من شويه في الماتش ده، قدر يوصل للنقطه ال 15000 في تاريخه. خليني اقول لكم ان طبعا ووريرز اللي لابسين الابيض وبورتلاند اللي لابسين الاسود. طبعا الحقيقه ووريرز اللي عايز اقول لكم ان جولدن ستيت ووريرز كان من ابطال او ابطال اللعبه دي سنتين ثلاثه ورا بعض، وقعدوا 3 4 سنين او 5 سنين بيوصلوا الفاينل، ولكن حالهم تدهور شويه بسبب رحيل بعض اللاعبين وكمان اصابه كيري اللاعب احسن لاعب فيهم. وكير الحقيقه حتى مستواه نازل والناس متابعه والميديا وكده ان مستواه حتى قل كتير جدا في الرميات الثلاثيه، وده اثر على فرقته. That was nifty there. Crafty. Two passes will get you a dunk against most teams. Exactly. A lot of bigs are shooting threes now, trying to expand their game. That's oh, smart. Curry. Okay. Okay. If Lillard says you reach and I want to go to the line, Steph says if you reach, I'll just toss it in. And Lillard gets Pascal on the switch. They kick out to Carmelo Anthony. His three is perfect. Hall of Famer to Hall of Famer right there. Yeah, Draymond came off of him. And you just see man and ball if you're Steph. And Lillard on the skip. It's Carmelo. Good closeout. The reload. And Carmelo Anthony hits a three. He is on. And then Looney shows. Shot clock down to 3. McCollum created a little space. That's and tough. Giles hammering That's that tough. Down. Curry. Lillard trying to get his hands on him. And Steph being ridden by Lillard the whole time. He put it in again. Oh. He has hit 2. McCollum and Lillard to make the difference. Dame. What a second half for Damian Lillard. Better close out on McCollum, better pass. بالرغم ان احنا شفنا كيري في الكورتين اللي حطهم وبيقع دول، بس الحقيقه هو حتى الان ما اداش الاداء اللي كان بيأديه قبل كده، خاصه في الرميات الثلاثيه، وده وضع طبيعي لان الفرقه كلها فضيت معاه وهو لوحده. بس ووريرز الحقيقه خسروا 3 ماتشات وكسبوا ماتشين، ماشيين مش كويس يعني. فنتمنى ان شاء الله الفريق ده فيه يعني مواهب لما بيركب الدوري بيبقى عامل عروض جيده جدا. هنروح طبعا لماتش تاني، يمكن نيو اورليانز يفوز على رابتورز بنتيجة 120-16. يمكن ده أكتر ماتش الأسبوع اللي فات كان قريب من بعضه، يمكن خلص ب3 بونت في الآخر هي اللي اديت الأولوية. يمكن إيريك لاعب نيو أورليانز حط 19 نقطة في الماتش ده، منهم ثلاثية في الدقيقة الأخيرة زي ما قلت لحضراتكم، دي اللي أثرت بشكل كبير على حسم اللقاء. وكان إنجرام برضو لاعب طبعا نيو أورليانز حط 31 نقطة. الفوز ده الرابع لأورليانز. خليني أقول لكم إن طبعا نيو أورليانز محتل المركز الثالث في المجموعة طبعا اللي بيلعب فيها المجموعة الغربية، وده ترتيب كويس جدا يعني، كسبان 4 ماتشات وخسران ماتش واحد. الحقيقة لا يعني نيو أورلينز السنة دي شكله جديد، لو استمر على كده قد نراه في الفاينلز إن شاء الله في المنطقة الغربية. ده رابتورز طبعا، والنيو أورلينز لابسين أحمر. سياكم playing with 4 fouls. And nice. Gets to the That's rack. Nice. You always work. He was taken. 23rd. Yes, Zion on the back door. And this is what happens. If you continue to. Now Bledsoe with Josh Hart on the trail.
And how about knifing home Zion Williamson? Boucher thought he was going to get a charge. It's going to take a minute. Josh Hart on the run out, got to the cup, and he's going to the free throw line. And that's Pascal Siakam's sixth foul. Gone. Norman Powell over Lonzo Ball. Yes. 1 point game. So minus 14 there. Norman Powell tried to get to the cup and blocked away by Ingram, and a shot clock violation. End of the shot clock. Bledsoe for the lead. Got it! Big shot. وزي ما حضراتكم شايفين مفيش جمهور فيرتشوال. الجمهور حاضر يعني فيرتشوال كده يعني من مكانه او عبر شاشات. ولكن اللي عايز الفت نظر حضراتكم ليه انه شايفين بالرغم ان كورونا بيضرب يعني دول بشكل جامد يعني امريكا من عندها اصابات كبيره، ولكن الحرص الشديد على استكمال المواسم واستئناف النشاط الحالي لازم تستمر. وحتى الـ NBA قال لك لا مش هنحطهم في معسكر ولعب ورايح جاي، يعني في اصرار ان انت تكمل، ولكن اصرار بوعي واصرار باتخاذ اجراءات احترازيه. وعلى فكره ده يتماشى مع النادي الاهلي بيقوله. النادي الاهلي دايما بيبقى عايز الامور تمشي ولكن بالاكواد المحطوطه عالميا واللي حطتها وزاره الشباب والرياضه. هنروح لحدث كبير جدا بيحصل في السعوديه. السعوديه عندها طبعا رالي اتعمل السنه اللي فاتت واتعمل السنه دي اسمه رالي داكار السعوديه. داكار دي عاصمه السنغال والسعوديه. السباق ده هيبقى على مسافه 7600 كيلو، هيعدي على 10 مدن سعوديه. حاجه بصوا يا جماعه الحدث ده اللي يعني اللي مش هيتابعه هيفوته كتير. طب الحدث ده اللي مشارك في ايه؟ اللي مشارك فيه السيارات، الدراجات الناريه الرباعيه اللي هي البيتش باجي، والمركبات الصحراويه الخفيفه، والشاحنات. شفتوا تريلات من شويه. السباق ده يا جماعه هيبقى 7600 كيلو، هيبتدي من جده، هيبتدي في مرحلته الاولى جده 11 كيلو متر. اللي عايز اقوله لحضراتكم انه هياخد في النص يوم راحه، بس يوم راحه هيتاخد في مدينه حائل. والسبق ده هيكمل لغايه 15 يناير. يعني النهارده السبق هيبتدي النهارده ويقعد ل 15 يناير ويوم واحد راحه. سبق بصوا يا جماعه انتوا متخيلين عشان 7600 كيلو تغطيهم بالكاميرات بالطيارات اللي انتوا شايفينها دي عشان تغطي الحدث ده؟ حدث كبير جدا جدا. والسعوديه الحقيقه ده تاني سنه يتنظم، كل لعيبه العالم مشاركين. زي ما انتوا شايفين العربيات دي الشاحنات الصغيره وفي الشاحنات الكبيره. الحقيقه سبق واكبر شركات في العالم، وهي الارض السعوديه الصحراويه هي مؤهله لكده. اسمه داكار السعوديه. سبق الحقيقه اتمنى ان الناس تتابعه لانه بيضم اكبر مصنعي السيارات في العالم واكبر السائقين في العالم. ده البيتش باجي زي ما قلت لحضراتكم، وفي درجات ناريه عاديه، والجديد الشاحنات الكبيره التريلات داخله في السبق. سبق كويس جدا وحلو جدا، وبرضه احنا هنتابعه. هو معاه قاعد لغايه 15 يناير، فاحنا هنطلع حلقه واثنين وثلاثه وهنجيب لكم اخبار. وكده الحقيقه تكون انتهت اخبارنا والنص الاولاني من حلقتنا، اخبار المحليه اللي كانت جوه او داخل جدران النادي الاهلي والمحلي والعالمي. هنطلع لفاصل، استقبل فيه ضيوفي ابطال الجمهوريه في الووتر بولو مواليد 2005 او تحت 15 سنه. هيكون معايا الكابتن توفيق احمد المدير الفني وثلاث لاعبين من افضل واحسن لاعبين في البطوله. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا لكم ابطالنا النهارده الووتر بولو فريق 2005 او تحت 15 سنه. الفريق عمل انجاز كبير خد بطوله الجمهوريه، وزي ما قلت لكم ان الووتر بول كان بعيد، وكابتن وائل عزت وكابتن وليد عزت حطوا دماغهم في اللعبه ورجعوها تاني الحمد لله لمنصات التتويج. برحب طبعا بفارس محمد كابتن الفريق. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا كابتن، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا ياسين علي احسن لاعب في البطوله. اهلا بك ياسين. ازي حضرتك؟ الف مبروك، يعني انجاز كبير يعني. الله يبارك فيك. طيب نروح لفارس. فارس يمكن بطوله كانت مهمه، وبطولة كان فيها ماتش مع اليوبلس قوي جدا. كل الماتشات من اول البطوله كانت صعبه طبعا. طب ايه رايك نشوف كده تقرير عملناه عن البطوله ونرجع تاني؟ اعزائي المشاهدين خلينا نشوف تقرير عن البطوله وارجع لحضراتكم تاني. نجح فريق كرة الماء مواليد 2005 بالنادي الأهلي في إضافة سطر جديد من سطور الهيمنة الحمراء على ألعاب الماء بحصد لقب بطولة الجمهورية. وتمكن المارد الأحمر بقيادة كابتن توفيق أحمد مدرب الفريق من التتويج باللقب إثر تغلبه على هليوبلس في المباراة النهائية بنتيجة 7-6. أقيمت المباراة النهائية على حمام سباحة الأهلي بمقر النادي في الجزيرة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة.
قدم الفريق خلال مشواره بالبطولة عروضا قوية والتي شهدت تألق جميع اللاعبين، خصوصا إسماعيل الخواجة حارس مرمى الفريق الذي قدم مستوى أكثر من رائع، وخصوصا في المباراة النهائية. وقدم نصور القلعة الحمراء ملحمة استثنائية في المباراة النهائية أمام هليوبوليس، بعدما استطاع الفريق عمل ريمونتادا أدهشت كل من تابع المباراة، ونجح في تعديل تأخره في الأنفاس الأخيرة من اللقاء إلى فوز مثير بنتيجة 7-6، ليؤكد أبناء الأهلي أن روح الفانيلة الحمراء شيء لا نفقده أبدا، وليس مجرد شعار رنان، بل مبدأ وركيزة أساسية تتوارثها الأجيال داخل جدران الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات. ولأنه النادي الأهلي، فلم يكتفي أبطال بطولة الجمهورية 2005 في كرة الماء بالتتويج بلقب البطولة، فقد نجح أحد نسوره في حصد جائزة أحسن لاعب في البطولة عن جدارة واستحقاق، والتي كانت من نصيب ياسين علي لاعب الفريق، والذي قدم مستوى أكثر من رائع على مدار مشوار الفريق في البطولة، خصوصا في المباراة النهائية. ليواصل قطاع ألعاب الماء بالنادي الأهلي حصد الألقاب والكؤوس في مختلف المراحل السنية، مما يؤكد أنه من أنجح القطاعات الرياضية بلا منازع، وشهادة لجهاز القطاع برئاسة وائل عزت ومعاونه محمد فاضل نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز، وعمر ممدوح المدير الإداري، وسامح العشري الإداري، وخالد بن عيسى المحلل الفني، وأحمد سمير أخصائي التأهيل، والحسن محمد الطبيب، وسراج الدين محمد مخطط الأحمال، ووليد صفي مدير قطاع الناشئين، وأكرم الحفناوي مدرب حراس المرمى. المكسب الحقيقة بيخلي المود مختلف خالص، يعني الحقيقة الواحد لما بيشوف النادي الأهلي على المركز الأول أو في منصة التتويج على المركز الأول، الحقيقة بتبقى فرحة كبيرة جدا. فارس، يمكن كان في فرحة كبيرة جدا بالبطولة، إيه السبب؟ يعني إن أنت تحقق بطولة في السن الصغير ده، من بداية مشوارك أنت لسه ما بدأتش المشوار في النادي الأهلي، ده مخلي طبعا الواحد فرحان. والبطولة كان كمان صعبة. ليه صعبة يا فارس؟ البطولة كانت 7 ماتشات، منهم 5 في اسكندرية بره أرضك تماما، بره المحافظة كمان. ماتش سبورتنج كان من الماتشات الصعبة، وبعديها على طول بثلاث أربع أيام لعبت السيمي فاينل، وبعديها أخدت يوم راحة ولعبت الفاينل على طول، وعلى أرضك كمان، فكان لازم إن أنت تكسب. فطبعا كل ده كان مخلي البطولة صعبة وليها طعم حلو، الفوز كان ليه طعم حلو. يعني أنا شايف ما شاء الله في التقرير وورينا للسادة المشاهدين، كان في حضور كتير في المباراة، كان في ناس مهتمة، كان النادي كله يعني. حتى اللي ما يعرفش اللعبة، حتى هو ماتش الأهلي واليوبلس معروف دايما ماتش، حتى لو مش فاينل هو ماتش تقيل في اللعبة. يعني احنا كسبنا 7-6 في الفاينل، والحقيقة المباراة كانت ماشية كلوز جدا، وكان واضح الحماس اللي كان. حسيت في لحظة من اللحظات انت ممكن تخسر؟ لا، حتى احنا كنا حتى في وقت الماتش كنا خسرين 4-2 فرق 2، بس انا كنت حاسس يعني حتى في كذا ماتش سبورتنج قبل ما نخش، كنت واثق من قوة التمرين، فالواحد كان واثق انه يكسب ماتش الشمس في السيمي فاينل، لحد ما وصلنا طوال ماتش هليوبوليس في الفاينل كنت واثق ان انا هكسب. يعني حلو الروح اللي انت فيها دي يا فارس، ده روح كابتن الفريق، وانت اسم على مسمى على فكره فارس وانت فارس فعلا. ياسين، يمكن انت افضل لاعب في البطوله، لعبته 7 ماتشات زي ما يعني فارس قال، فعشان تاخد احسن لاعب في 7 ماتشات مع كل دول، الحقيقه اكيد كان ليك اداء رائع. ادائك كان عامل ايه في البطوله؟ انا الحمد لله يعني اديت وعملت اللي عليا البداية، يعني اول ماتش انت كنت متوفق وحاسس انك كويس، والتاني يعني ساعات بيبقى التوفيق في قبل النهائي والنهائي بيدولك. لا، احنا كنا مجهزين كل ده قبليها، يعني كنا بنتمرن جامد، وكل واحد بيبقى نازل التمرين يعني في قلبه ان هو يتمرن عشان نكسب. طب كلمني عن لحظه ان هم بينادوا في المايك وبيقولوا جائز احسن لاعب، يعني لما سمعت اسمك، كلمنا طبعا في بدايه حياتك وما شاء الله بتاخد كاس، كلمنا عن اللحظه دي. طبعا يعني كنت فرحان، يعني كنت مبسوط لقيت اسمي بيتنده بقى. انا طبعا انا كنت يعني حاسس ان انا هاخد احسن لاعب كويس، لان انا حاسس ده انا اتمرنت جامد والحمد لله ربنا وفقني. سبحان الله، كل مجتهد نصيب. طب بابا وماما عملوا ايه بقى لما سابوا؟ بابا وماما طبعا عيطوا. عيطوا طبعا. طيب هو انت ليك اخوات بيلعبوا سين ووتر بول؟ انا عندي اخ اسمه يحيى 2007 اصغر منه، هو بيلعب سباحه. بيلعب سباحه مش ووتر بول؟ لا. طب ايه اللي خلاك تروح ووتر بول؟ انا الفكره كلها انا كنت بلعب سباحه برضو. طيب وايه اللي قلب القلبه دي؟
ولا مدربين؟ إن أنا لا مش مدربين. أنا شفت لقيت كرة الماية وكده، كنت بتمرن سباحة عادي، فلقيت بقى في فرقة بتتمرن بيلعبوا تقسيمة وكده، فيعني اللعبة شدتني، فقلت لمامتي نروح نجرب وكده، فهي ساعدتني يعني وقالت لي ماشي ودخلت وبدات وجربت بقى. واتبسطت تلعب هاف انت وفارس بتلعبوا هاف؟ انت قلت لي قبل الهوا والاثنين هاف بيبقوا في الملعب مع بعض، فانتوا الاثنين عاملين دويتو حلو جدا. طيب وانت نفس الكلام يا فارس برضو زي ما ياسين قال كده، قلبت يعني انت كنت سباحه؟ كنت سباحه في الاول، وماما بقى هي اللي قالت لي. بس يقال ان السباحين المسافات الطويله هم اللي بينفعوا قوي، ولا ده ما بيكونش بان في سن صغير؟ مش قاعده يعني، ملهاش قاعده مثبته، بس هي الواحد كمان قبل ما يخش اللعبه كان هو بيخلص تمرين السباحه يشوف اللعبه عجبتك، فالواحد قال لي جرب والحمد لله النهارده كسبنا ما شاء الله. وكمان ياسين انت بتقول اللعبه عجبتك، يمكن اللي عجبك في اللعبه ان في احتكاك يعني. السباحه دايما انت بتقول اكتر من انما في احتكاك وفي فنتات وفي يعني الموضوع ده اللي عجب اكتر. ايوه هو السباحه بقى يعني بنزل بعوم لوحدي يعني انا بحقق لنفسي بس، لكن كره الميه بيبقى في بقى تعتمد على الناس فرقتي المدربين بالظبط. وعايز اقول لك ان اللعبه صعبه برضو يا سيدي يعني اللعبه مجهده. انا ما شاء الله بصوا يا جماعه وليها الامور والتشجيع، احنا ان شاء الله باذنك يا رب هنزع لكم ماتشات ووتر بول ان شاء الله. يعني الحقيقه انا من الماتشات او من الرياضات اللي انا بحبها جدا، وهنسجلها وهنزعها او هنزعها هوا يعني، احنا شغالين على ده ان شاء الله لان دي لعبه ممتعه. طب قول لي اللعبه دي مشابهه لكره اليد شويه؟ بتشوف حاجات في كره اليد ممكن تطبقها في الووتر بولو؟ لا انا ما بشوفش، بس انا كنت بلعب كره يد زمان اصلا. كنت بتلعب كره يد كمان في الاهلي؟ كره يد وسباحه ووتر بول. لا بس ده يعني زمان قوي وانا صغير يعني. انت فاضل لك كده ما شاء الله باسكت وتلعب مثلا ممكن فولي وتبقى كده باسكت. بس كويس كل ده بيدي خبره للعيب. اما هو كره اليد بقى مع السباحه يعني جمعتني جمعت ووتر بول. برافو عليك. طب وفارس نفس الكلام، لعبت حاجه جماعيه بكوره ولا هي سباحه بس؟ هي سباحه بس. واحد الحمد لله عجبته اللعبه ما شاء الله. طب مين مسك الاعلى فارس؟ يعني اي حد لما تساله دايما بره في اللعيبه الاوروبيه هتلاقي فيه لعيبه زي دوسان مانديتش مثلا، والواحد نفسه ان هو الناس تتكلم عليه كده زيه. ده الصربي بيتهيألي صربيا ده احسن لعيب في العالم دلوقتي ما شاء الله. برضه بيلعب هاف ولا بيلعب يعني نفس مركزه واشول كمان. انت اشول يا فارس؟ لا سواء انا بلعب على الغلط بتاعي. وياسين انت اشول ولا لا؟ يعني انتوا الاثنين بتلعبوا بكل يمين ده عادي؟ يعني السناتر يلعبوا بايديهم الاثنين يعني مش واحد عكس الثاني؟ لا مش شرط، احنا نعرف الناس برضو الايه التفاصيل. طب قول لي يعني انتوا دلوقتي تحت 15 عندكم تحت 17 ثاني وبعد كده بتطلع درجه اولى، مظبوط ولا انا غلطان؟ مظبوط. طيب هل تم استعانه بيكم في السن ده تتمرنوا حتى مع الدرجه الاولى؟ في حد منكم طلع ولا لسه؟ لسه ممكن في السنين الاكبر مننا السنتين الاكبر مننا لكن عمومي فيرست تيم لسه. طب انت يا فارس انت بتدرس ايه؟ يعني بدرس بتدرس ايه بسنه كام؟ اولى ثانوي. اولى ثانوي لسه صغير. يعني انا فاكرك في جامعه، ده انا بقول بتدرس ايه او في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، انتوا الاثنين في اولى ثانوي لسه. ايوه عشان انت داخل بقى على المفرمه يا فارس انت. بس انت جاهز لها؟ كده كده. وانت ياسين نفس الكلام اولى ثانوي؟ طب وشايف الموضوع ازاي؟ انت في ناس بتيجي عند السماعه تقول لك يا عم لا خلاص رياضه انا مش عايز، ولا هتكمل؟ لا هكمل طبعا. يعني عندك اصرار و... عندي اصرار في الاثنين. خلي بالك هتتسحل. لا عادي. السحل خلي بالك، انا مهندس واتسحلت يعني وانا بلعب وانا صغير، كنت بتسحل عشان اخش هندسه واتسحلت وانا في هندسه. فالموضوع هيبقى صعب. مستعدين للتحدي ده؟ ان شاء الله مستعدين طبعا ان شاء الله. طيب قول لي كلمنا عن زمايلك ياسين، يعني انت مع زمايلك برضو لما حد بيلاقيك انت احسن لاعب، كلمنا عن مشاركه زمايلك لفرحتك بيه، رد فعلهم كان ايه؟ هما طبعا فرحوا لي، هما اصلا اكتر ناس بيدعموني يعني، هما كانوا بيدعموني ومستنيين مني الجائزه دي. يعني انت حسيت ان هما فعلا فرحه من قلبهم. طب ده يعني بيتهيألي ده بيحل الدنيا طبعا. يعني بتلاقي لما تلاقي زمايلك روح النادي الاهلي طبعا. لا عيد لي تاني كده معلش الكلمه، روح النادي الاهلي يعني عليك. ايوه فارس سمعني الكلام الحلو ده اللي انا بحبه. الواحد لما يلاقي الفرقه كلها في هدف واحد ويتحقق طبعا الفرحه بتبقى طعمها. طب ايه اللي اتعلمته تاني من النادي الاهلي؟ انت بتقول روح النادي الاهلي والمكسب، يعني بص كل بيفرح وكل مبسوط والفرحه جميله، ايه اللي اتعلمته من النادي الاهلي؟ هو احنا البطوله اللي فاتت قبل لما نكسب البطوله دي قبلها كان ظروف الكورونا وكده، فالواحد ما كانش موفق ان احنا نكسب البطوله، ولكن على طول ما خدناش رعايه تقريبا 3 ايام من البطوله للتانيه، وبدانا فتره الاعداد على طول وركزنا على طول. فالواحد دايما ان هو يبقى في نادي على طول هدفه ان هو يبقى رقم واحد في اي لعبه، ده بيحطك تحت ضغط وبيعلمك المسؤوليه
زي ان انت تبقى مسؤول تجاه النادي وتجاه المدربين، المنظومه كلها بتشتغل عشانك، بتوفر لك حاجات. فالحمد لله يعني الواحد لما بيحقق المطلوب منه الحمد لله بيفرح يعني. بس عايز اقول لك يا فارس، انت كابتن فريق يعني كويس جدا، بتحدث والله بجد يعني، كابتن فريق شاطر وبتتعلم يعني، بتعبر صح عن فرقتك وعن النادي بتاعك. برافو عليك، لسه بدري. بس انت يعني ما شاء الله يعني، انا شايف ان انتوا جيل هايل وهيبقى نواه كويسه جدا للفريق الاول. بتحضروا ماتشات الفريق الاول؟ اه طبعا. اه بتحضر يا ياسين؟ طيب عندهم ايه الماتش الجاي؟ شوف بقى انت مذاكر ولا لا؟ عندهم فاينل مع هليوبلس. فاينل ايه؟ الجمعه. فاينل ايه؟ كاس. فاينل. الكاس. صح، برافو عليك. هو كده مذاكر بقى، تروحوا؟ هروح وارفعها 2003 كمان، عندهم فاينل. ايه ده انت مذاكر؟ طب الماتش بتاع الفاينل بتاع الفريق الكبير فين؟ فريق كبير في الشمس. ايه ده مذاكر كويس قوي فريق كبير. كلنا لازم نحضر طبعا. طب وهتشجع وهتروح كل الفرقه رايحه تتفرج؟ كلنا بنروح. توقعاتك ايه للفرقه الكبيره؟ ان شاء الله احنا اللي نكسب. ايوه بص عاجبني والله العظيم انت طالعين يعني. لا احنا. طب قول لي 2003 عندهم ماتش امتى؟ الساعه كام وامتى؟ عندهم المفروض يوم الاحد اللي جاي اللي بعده، مش ده هيبقى تقريبا الساعه 9:30. طيب او 9. وانت يعني 2003 الاكبر منك طبعا يعني، بتعملوا ماتشات مع بعض اكيد في الاعداد بتاع لما كنا مع بعض. يحصل الكلام ده. يبقى الفريق الصغير بيلعب الفريق الكبير. كان مين بيكسب بقى، من هم ولا انت؟ هم اللي بيكسب. يا الساعه كلها متعلم من بعض بيكسبوا هم فعلا. بيكسبوا يعني، ده مش هو لازم، وضع طبيعي. بس في ساعات بيبقى الصغيرين بيكسبوا الكبار يعني، اهم حاجه ان تستفاد يعني. اهم حاجه. وهم بيعلمونا حاجات ساعات لما نقعد معهم يعني، احنا بنتمرن معهم ساعات، في لعيبه بتتصعد للفرق الاكبر منها، فبيحاول ان هو يتعلم منهم حاجات، بالذات ان هم كمان فرقه سوبر يعني، عندها في كل مركز 3-4. فلما انت تتصعد معهم وتلعب معهم وهم كاملين اصلا، فدي حاجه طبعا لازم. مصعدين منكم لعيبه معاهم؟ كام لاعب من عندكم؟ حاليا لا، هم خلاص بداوا البطوله واحنا كانت بطولتنا ماشيه معاهم. لا في التدريبات كان مين معاكم متصعد؟ كان عادل معانا، ياسين معانا، وكان خواجه بيتدرب معاهم الجون، وانا كنت بنزل معاهم، وجوده محمد جوده الفرود، احنا كنا بننزل معاهم نتمرن ما شاء الله. وخلي بالك برضو الخواجه خد احسن حارس مرمى، صح ولا انا غلطان؟ لا لا خدش. طيب وخلينا نقول برضو انه اكيد اتعلمت حاجه من مدربينك. مين المدربين اللي كانوا في حياتكم ليهم تاثير كبير ما تنساهوش طول عمرك؟ مش هتنساه. لا ده كتير جدا. لا قول لي واحد، قول لي اثنين ثلاثه، قول اللي عايزه. صعب والله. طب قول. كتير جدا يعني، هو من اول المدارس يعني، كابتن محمد، كابتن عمرو مروان بكابتن شابو، كابتن عمر. انت طول عمرك الجزيره ولا كنت في مدينه نصر؟ اه مدينه نصر اصلا. مدينه نصر اصلا. تمام. وكابتن عمر وكابتن شاب وكابتن باسم، كل دول ناس ليهم فضل ان انا ابقى كابتن فرقه اصلا، هم اللي ادوني الثقه دي. وبعد كده الجهاز اللي موجود دلوقتي، كابتن عبد الرحمن وكابتن محمد وكابتن طبعا على راسهم كابتن توفيق، فكلهم يعني بتعلم منهم. كابتن توفيق طبعا كابتن فرقه طول حياته طبعا، فالواحد بيتعلم منه. انتوا بتحبوه كمان. طبعا. الواحد نفسه يبقى زي كابتن توفيق طول حياته كابتن فرقه ان شاء الله يعني. تبقى وهو اكيد يتمنى تبقى احسن منه. وانت يا سيدي ان شاء الله. مين المدربين اللي اثروا معاك؟ احنا يعني نفس المدربين برضه. كابتن مدينه نصر، كنت معاه من فرع مدينه نصر وجيت من فرع مدينه نصر للجزيره. ايوه نفس المدربين بنفس. طيب وفي وقت الاختبارات اللي انتوا اختبرتوها، لان طبعا لما ضموكوا حصل اختبارات بيبقى عدد كبير من اللعيبه. أيوة. اتوفقت من الاول ولا يعني تم اختيارك من الاول؟ الحمد لله اتوفقت من الاول. كان الاختبارات دي بتبقى في نادي الجزيره يعني، كل فتره بيعملوا المدارس اختبارات. احنا عملوا 3 اختبارات. انت اتوفقت فيهم على طول. الحمد لله. طبعا ما شاء الله احسن لاعب، وكمان معايا كابتن فريق. انت برضو اتوفقت في مصر. الحمد لله. برافو عليك يا فارس يعني، انا مبسوط منك جدا والحقيقه احنا حريصين ان احنا نجيبكم معانا، لان انتوا قدوه كويسه جدا لاي حد يعني اصغر منكم، وشايف انتوا ما شاء الله وصلتوا لايه. بشكرك يا فارس، شكرا جزيلا كابتن الفريق، وان شاء الله الفتره الجايه نبارك لك على بطولات كتير ان شاء الله. الله. ياسين بشكرك، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، وان شاء الله الفتره الجايه نبارك لك ان شاء الله على بطولات اكتر ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وهنستقبل فيه كابتن توفيق احمد والخواجه طبعا، اثنين كابتن مدير فني الفريق ولاعب ايضا او حارس مرمى الفريق، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين احتفالنا بابطال جمهوريه الووتر بولو مواليد 2005، وبرحب بالكابتن توفيق جماد المدير الفني والحقيقه اللي كان ليه دور كبير في الفوز بالبطوله. اهلا بيك يا كابتن توفيق. اهلا بيك كابتن هيثم، صح حضرتك، نورنا والف مليون مبروك. ربنا يعزك، ميرسي جدا لحضرتك. معانا طبعا جون الفريق الاساسي طبعا اسماعيل ايهاب الخواجه، واحد افضل حراس المرمى واللي بينتظروا مستقبل باهر. اهلا بيك يا اسماعيل. اشكرك والله، ان شاء الله تبقى بطوله فتح خير عليك وتتالق يعني مزيدا ومزيدا من التالق. كابتن توفيق يمكن دي اول تجربه ليك تدريبيه. تمام. ولما يبقى
اول فرقه تمسكها تاخد بيها بطوله بتبقى يعني دعم كرم كبير من ربنا الحمد لله ربنا. كلمنا عن البطوله دي واهميتها ليك يا كابتن. انا استلمت فرقه من 3 شهور ونص. طبعا يعني تحدي جديد خالص بعد الازمه بتاعه الكوفيد 19 الاولانيه. اول استئناف النشاط كان هو بس الفرقه عندها ماتشين باقيين من البطوله اللي فاتت لعبوهم. بعد كده استلمت الفرقه على طول. قالوا لنا انتوا عندكم بطوله كمان 3 شهور. كنت بتمرن مين؟ جمهوريه. لا ما كنتش بتمرن. كنت لسه يعني كنت لسه مخلص لعب. لسه مخلص فيرست تيم واعتزلت الحمد لله رب العالمين. قعدت بس 3 شهور مع المدرب الاجنبي المدير الفني السربي. ساعدت كده فيرست تيم شويه. خدت شويه خبره بسيطه وكملت بقى. اتحدفت من الدار للنادي دي ثقه كبيره جدا من كابتن الحمد لله كابتن وائل وكابتن وليد وكابتن محمود حسن. يعني ثقه كبيره خلي بالك. سبورت اصدقاء اهلنا. دول اهلنا الصراحه. لا وثقه في محلها الحمد لله. انت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والناس ما ثبتنيش الصراحه من دي 1. شايفهم واقفين على الخط من دي 1. مفيش. لا ده كابتن محمود كان قاعد جنبي على البنش وكابتن وليد ده 24 ساعه احنا مع بعض فاتحين خط على طول. كابتن وائل الفرقه كلها من لبس الاكل السفر معسكر اي حاجه اللي بتحلم بيه. بسم الله ما شاء الله. وبتبقى جميله اكتر باهلها وبناسها. ربنا يخليك. ربنا يخليك. اسماعيل يمكن اجي لك. انت حارس مرمى يمكن الشوط 6 دقائق في 4 اشواط يعني 24 دقيقه قول يعني بيخش في ساعه زمن المباراه. الساعه انت عايمهم يعني ما بتريحش. كلمني عن الموضوع ده في الفاينل كمان. في الفاينل كان صعب عشان كنت بلعب فرقتي القديمه. كان فرقه انا بعشقها انت كنت في اليوبلس. كنت بعشقها بس الحمد لله يعني لعبت في فرقه ما فيش زيها فرقه الاهلي طبعا. انت بتقول لي في الماتش ما لبستش الحيطه. يعني ما روحتش حتى تريح شويه. ريحت. طب يعني ما انا عايز اعرف برضو ده يعني فيتنس يعني ده مش طبيعي ان حد يقعد الفتره دي كلها عايمهم عجله كده ومع كل هجمه انت بتحاول تشب فوق الميه. موضوع صعب. بتتمرن فيتنس ازاي؟ بنزل اسمها يوم فيتنس ارضي ويوم جيم مع كابتن سراج. الارضي ده بتجري في التراك بتاع بطن ضغط بقى ورباعي. اما في الجيم بننزل هيفي ويتس. اوزان تقيله وكده. بتتمرن كام يوم في الاسبوع يا اسماعيل؟ 6 ايام بس. خلي بالك يا كابتن الاجوان مثلا في كره القدم بيريح. ده لما تبقى الهجمه لينا بيبقى يقعدوا يتمشوا كده. هو برضه عنده 30 ثانيه بس بيريح فيهم. بيريح فيه بس. هو الفكره ان هو ما عندوش حاجه يريح عليها. يعني هو كده بيشغل على رجله الساعه بتاعت الماتش. هو شغال على رجله تماما ما فيش اي راحه. بيدوسوا على حراس المرمى شويه في طبيعي الفلس. طبيعي. ربنا بقى يبارك له كابتن باسم زينهم مدرب حراس مرمى وكابتن اكرم. هم اللي قايمين بالدور ده تماما مع الاجوان الصراحه. وواضح ان هو فارق معاهم جدا. يعني احنا اسماعيل كان اضافه كبيره لينا في النادي. هو جانا في اول الموسم بعد يعني انهى التعاقد بتاع نادي اليوبلس وجه انضم للاهلي. اختار النادي الاهلي طبعا. هو الراجل جاي. انا اهلاوي. انا بعشق النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي. فالراجل جه وانضم اندمج سريعا جدا وسط الفرقه. انا صحابه تلاقيهم كلهم يعني. ده كان قلقني جدا الموضوع ده بقى. طبعا يخش مع الفرقه بسرعه وخصوصا ان هو جاي من اكتر فرقه منافسه ليك. صحيح. فرقه اليوبلس انت على طول بتلعب فاينلز انت واليوبلس. فانت الراجل ده انت كنت لسه بتلعبه فاينل من كام يوم. بس على مستوى الكبار الجزيره دخلت في اللعبه كده. على مستوى الفيرست تيم الجزيره دخلت. طبعا. طبعا. يعني يمكن احنا عندنا فاينل الجمعه بس الجزيره برضو ده الجزيره. طبعا انفولفد في القصه. طبعا قوي جدا يعني قوي. طب ليه يا كابتن قول لي ايه اللي حصل يعني خلال 3 4 سنين؟ احنا كنا بعيد. يعني كنا متابعين اللعبه قعدنا فتره شويه بعيدنا وبعد كده في اخر 3 4 5 سنين رجعنا وبقوه. حتى ناشئنا بقى على منصات التتويج. ايه الشغل اللي اتعمل في 3 4 سنين دول؟ شغل مينلي انت هترجع لشغل اداري لان هو اللي ظبط المنظومه تماما. يعني كابتن وائل عزت ظبط المنظومه عمل جهاز قسمه تقسيمه كابتن محمود حسن كابتن فاضل مع جهاز السباحه كابتن علام. طبعا الهيكل بقى كله كابتن وليد عزت كابتن وليد وصفي ومدير فني صربي على اعلى مستوى ديانجوكوفيتش. يعني حاجه سي في مرعب. فطبعا عمل بلان للجهاز كله. الناس كلها مشيت على البلان دي. الوضع اختلف. حتى الشكل في الفيرست تيم اختلف. شكل الناشئين بقى وضعه مختلف وترتيبه اختلف. دلوقتي انت بقيت لسه حضرتك بتقول من 4-5 سنين كنا احنا بعيد. لا احنا دلوقتي انفولفد. احنا بنخش نزاحم اي حد في البطوله. يعني خلاص مش معروف البطوله رايحه فين بس نزاحم. هو طبيعي. ما احنا اتربينا ان انت بقى اول واحد بيخسر مركز تاني. بالظبط. في الاهلي التاني ده هو اول واحد متضايق مش اللي طلع الاخير. صحيح. اول واحد خسران. الكلام ده الكابتن بيتكلم يعني المركز التاني بحاجه بتضايقك.
انا عن نفسي يعني انا لو كنت اخدت التاني كنت هعيط، كنت هزعل جامد، عشان اما لعبت في الفرقه دي حبيتها وهي حبتني تاني زي ما انا حبيتها واكتر كمان، وقفت في ظهري في اي كان موقفي وحش او في التمرين لازم اكسب، لازم اكسب. بيشجعوني لو دخل فيها جون، بيشجعوني حتى لو الجون غلطتي، بس لا بيشجعوني. طب ايه الكره اللي انت صديتها في الماتش، يعني في الماتش الفاينل، خلينا نتكلم في الفاينل، اللي انت حسيت ان انت يعني ربنا وفقك فيها قوي؟ لا هو في كذا كوره، قول لي اهمهم. في كوره كانت نازله الفيرود، هو هما بيخطفوها بسرعه فور هاند، تنزلوا روح لافف شويه على طول. فانا عن نفسي انا كنت متحمس بالزياده زي يعني مع حد من الجوان يعني في 2004 قال لي عمر مهند قال لي ان انت ما بترفعش ايدك. بس انا ما برفعش ايدي عشان انت متحمس، انت متحمس بزياده، فانا طلعت رحت شايلها بدماغي. شايلها بدماغي؟ بس كانت ممكن تخش في دماغك وتخش الجون. خلي بالك عشان الدماغ دي مش مضمونه. صح للاسف طلعت بره. وشلت كورتين يعني مش واحده، اتنين بدماغ برضو ولا دماغ؟ اتنين بدماغ. ده عارف اللي بيصد بكل جوارح حاجات. هو احنا استفدنا من اسماعيل من السبيريت اللي كانت جواه جدا في الماتش الصراحه، يعني احنا يعني قبليها بيوم كان كابتن باسم وكابتن احمد حفناوي المعد النفسي قعد مع اسماعيل وقعدنا نتكلم معاه. الراجل نزل يوم الماتش معدي نفسك كابتن. طبعا كابتن وائل مش سايب حاجه في الجهاز، مش مقفوله الصراحه، يعني جميلة. يعني مفيش خانه مواربه الصراحه، ربنا يبارك له يا رب. بسم الله ما شاء الله. يعني قعد مع اسماعيل قبل الماتش واتكلمنا معاه. اسماعيل جاي يوم الماتش، انت مش بتتكلم مع، انا والله مش ببالغ، بس فعلا في كتله نار قدامك، في سبيريت طالعه، انت حاسس بالباور وحاسس بالانرجي اللي بتبعده من وشه عشان ده لا انت بتحاول بقى تسيطر لان الموضوع ما يبقاش زياده. ممكن يفرق على السيطره. بس ربنا كرمه وتوفق في الماتش، وكان يعني من الاسباب الرئيسيه ما شاء الله، يعني ربنا يحفظه ويكمل له على خير. طب بص يا كابتن، انت طبعا يعني ماسك جيل 2005 جيل مهم، انت شايف مستقبل ووتر بولو في النادي الاهلي ازاي بالمقارنه بالانديه الثانيه؟ مستقبل ووتر بولو في النادي الاهلي لا يعني الوضع في ازدهار تام ما شاء الله رب ما شاء الله رب العالمين. انت عندك دلوقتي اجيال من اول جيل 2001 اللي هو تحت الفيرست تيم على طول بدايه قطاع الناشئين، لا انت عندك لغايه 2008 اعمار فرق ستل، فرق مستعده جدا، فرق تنافس جدا، فرق تاخد بطولات، مش 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 قدر اللي هي المنافسه فقط لا غير، لا ده فرق تكسب بطولات. يعني كابتن وائل كان الضيف عندي هنا طبعا ونورني وشرفني، وكان هو بيقول كده. لا يعني فعلا ده واقع، يعني حتى احنا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه عندنا فاينل 2003 2004 ان شاء الله هتبدا بطولتها في اول فبراير ان شاء الله، مصنفه جدا ان هي تبقى اول لان هي بعيده عن الفرق الثانيه، فالله المستعان وتكمل بقى الفرحه الكبيره الفلسطيني ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. الجمعه الجايه نهائي الكاس مش كده؟ نهائي الكاس بتاع فرقه 2003. طب يعني اسماعيل اكيد ليك مثل اعلى صراحه. انا عن نفسي يعني شفت جوان كتيره في العالم كلها، واللي عجبني اكتر كابتن كريم وهب، هو جون الفيرست تيم في النادي الاهلي، هو عجبني كريم مصطفى وهب. مصطفى احنا كرياضيين نقول وهب. فتلاقي هو معروف اكتر بوهب، ما زي مثلا لما حد يبقى عارف لقب مثلا فلان السعيد مثلا. صح انت وهب، قول وهب مش لازم دين. طب ايه اللي عجبك فيه؟ روحه السبيريت، طريقته في صد صراحه هو برود فظيع، اعصاب هاديه جدا. بس انت مش كده، انت حماسي. انا حماسي بس في طلعتي المقص مثلا او طلعتي على الكوره، لا انا بطلع لها بمزاج. طب اسماعيل اللي خلاك تختار تلعب حارس مرمى؟ خلي بالك مش كل الناس بتحب تلعب حارس مرمى، ايه اللي خلاك؟ انا صراحه زمان انا كنت لعيب، كنت بقف اصلا ستاندنج باك، كنت بقف. تمام. فانا كان عندي رؤيه في الملعب عشان هو بيكون اخر واحد في الملعب. صحيح. بس انا زمان كان في 40 واحد في اللعبه. يعني 40 واحد في اللعبه؟ لا فاهم. 40 واحد في مركزي يعني. تمام. في المراكز السته اللي في الملعب كان في 40 واحد. انا قررت يا اما انافس في 40 ولا انافس في 3. انا قررتها انافس في 3، بس انا شفت ان في مستقبل في كجون اكتر من ان انا لعيب عشان اطول. بس حلو انك تبقى صريح مع نفسك يعني. حلو في ناس تقول لك لا يا عم انا مش انا خش ليه في ال لا وسبحان الله تدخل وتالق وبقى حارس مرمى ما شاء الله. يعني انت بتدرس في اولى ثانوي برضه يا اسماعيل؟ داخل على ثانويه عامه انت، ما فيش هزار. لا انا اي جي.
اي جي فعني كده كده ماشي. ما هو ده بلاش داخل انت على امتحانات الاي جي يا باشا، ما كله بص كله داخل المفرمه. طب خليني ارجع بقى معاك ونتكلم على يومك ازاي وتدريباتكم بتبقى ازاي، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلان سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا سهرتنا وقعدتنا مع ابطال الووتر بولو 2005، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين لقائنا مع ابطال ووتر بولو 2005 وما شاء الله ابطال الجمهوريه وكاس احسن لاعب، يعني انجازات كبيره. وزي ما قلنا لحضراتكم الووتر بولو من الالعاب الحقيقه بتحظى بجماهيريه كبيره، يمكن مظلومين اعلاميا. كابتن توفيق كنا بنتكلم ده في الفاصل، يمكن انتم مظلومين اعلاميا شويه، ده بيفرق معاكم؟ هل بتزعلوا؟ هل يعني كلمني عن الموضوع ده. طبيعي ان انت بتحس ان انت راجل بتتعب وبتعمل مجهود وفي الاخر خالص مفيش اي نوع من انواع التقدير الاعلامي. دلوقتي بدا طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا نادي عندنا القناه بتاعتنا، فده طبعا موفر لنا الحته دي كتير، يعني مغطي لنا الحته دي كتير. من وانا بلعب النادي بيجي يغطي التمارين، بيجي يغطي ماتشات، تلاقي الراجل على طول صور على السوشيال ميديا، فانت دي حاجه بتبسطك. ولسه كمان الوضع يعني في تقدم ما شاء الله رب العالمين. وحتى لسه كنت بقول لحضرتك في الفصل، القناه من بعد ما التطوير اللي حصل لا بقت داخله اكتر واكتر، يعني الناس بقت بتجينا في التمارين وبتتابعنا. خلي بالك ما شاء الله احنا رياكشن، الاكشن الاساسي هو انتوا الابطال النجوم اللي قاعده معايا والشباب اللي صاعد الواعد ده ما شاء الله. انتوا الاساس، احنا مجرد ان احنا بنساعد، ولسه ان شاء الله اللي جاي افضل. يمكن اسماعيل يعني اجي لك، انت في اولى ثانوي وطبعا داخل على فتره صعبه ثانيه وثالثه ثانوي، كلمني عن يومك خاصه انتوا تدريباتكم بتبقى بدري شويه. انا عشان اي جي فبيكون عندي حصتين بس تقريبا، ساعات بيكون عندي حصتين في اليوم. تمام. بخلص مثلا الساعه 12 قبل الظهر، فبروح انام. انا ساكن بعيد جدا عن النادي جدا، يعني ساكن فين؟ قبل العاصمه. قبل العاصمه ده فين؟ في الشروق ولا لا؟ في ناحيه التجمع. ناحيه التجمع قبل العاصمه الاداريه بشويه. لا مشوار جميل جدا، انا باجي نفس مشوارك وعارف طبعا عشان كده، بس يعني برضو في وقت يعني كبير ضايع في الطريق. ساعه ونص او ساعه على حسب الطريق. وساعات يعني التمرين ممكن يكون من الساعه 9 مثلا، يخلص الساعه 12 برجع الساعه 1. طب تمرينكم بيبقى في الجزيره مش كده؟ ثلاث ايام كده ثلاث ايام كده. في الجزيره مدينه نصر. طبعا مدينه نصر اقرب لك شويه. انما الجزيره بتبقى مشوار. ست ايام في الاسبوع تمرين ما شاء الله كتير، يعني في سنك ما فيش حد بيتمرن، يعني الالعاب الثانيه ممكن يتمرنوا خمسه ممكن سته لو عندهم منافسات، انما سته ثابت ده كتير. فانت محتاج توفق في مذاكرتك. طب والاسره، بابا وماما بيعملوا ايه؟ لا مامتي وبابايا بيوصلوني. ساعات بيوصلوني المترو لو احنا بروح المترو. بروح المترو انزل عند اوبرا. طبعا بيبقى المشوار مع الفرقه، بس بعد الطفره اللي هتحصل في المتروهات والكلام ده كله الدنيا هتبقى بروح بالعربيه. هتبقى الموضوع، بس هو ده التحدي. ما خلي بالك يعني في ناس بتبقى ساكنه في محافظات ثانيه وتيجي. فده التحدي. يعني اللعيبه بتعاني برضو يا كابتن. الناس فاكره ان اللعيب يعني بابا ومامته بيوصلوه بيجيبوه، يعني الراجل ده هو بيتكلم حضرتك ان هو ست ايام في الاسبوع التمارين، ده في الفتره الاخرانيه فتره الكومبيتيشن بيريود. احنا في الطبيعي لا بنوصل ل 12 و13 واحده في الاسبوع، في تمرين الصبح الساعه 6 الصبح خبر سبعة. فعلى حسب بيقعدوا في النادي يا كابتن بعد؟ لا طبعا بيرجع لو عنده مذاكره او حاجه. لو احنا في وقت اجازه بيبقى براحته، بس انا بنفضل ان هو يروح عشان ياخد راحته والغذاء يبقى كويس والدنيا تبقى تمام، بدل ما ياكل من بره لا واكل في البيت اكل تمام وغذاء مظبوط واخد راحته عشان يقدر يجي فريش لتمرين بالليل. التمرين اللي فيها الموت بقى. يعني الصبح تمرين شويه بسيطه، بالليل دي بقى بتبقى انتوا كام لاعب في الفرقه يا كابتن؟ احنا السكور شيت بيبقى 15 لاعب. من كام؟ يعني من القوام الفرقه 30. 30 يعني بتختار 15 لاعب. 15 للماتش. بس انت اللي بتمررهم 30. 30 30 ده يعني رقم كبير صعب تسيطر عليه يا كابتن. 30 يعني. لا الولاد طبعا يعني والاهالي سبورت والجهاز سبورت للمدرب، ما انت بتشتغل ومعاك اثنين مدربين، مدرب ومساعد. فلا يعني النادي موفر ومغطي الحته دي من غير، بحيث ان انت ما تبقاش مدرب واقف متشتت. صحيح. تبقاش واقف ان انت مش عارف تبص هنا ولا تركز مع ده ولا تركز مع ده. لا الاجوان انت بتديها المدرب، حراس المرمى بيشتغل عليها. أيوة الناس البوزيشن او كده متقسمين طبعا. مش انت لوحدك في الجهاز. طب يا كابتن مين اللاعب اللي انت تشوفه وهو بيعوم مثلا لسه صغير مثلا 2008 2009 تقول لا ده انا عايز ووتر بول؟ ايه المقومات او يعني لو ولي امر بيتفرج علينا؟ مبدئيا الجسم. ايه اللي في الجسم؟ جسم يعني جسمك مفرود اكتر، طويل، دراعاتك طويله، اطرافك مباح ان انت ممكن تستخدم، مش دراعك قصير. يعني تقدر تلعب الووتر بولو، بنيانك قوي
بداية من غير لسه ما لعبناش. الوراثة ممكن لو شفت الاب او الام اه طبعا تقدر تعرف خاصة لو كان والده بيمارس ووتر بولو او والدته قبل اب والده ما فيش طبعا للسيدات بس ما فيش سيدات في مصر ووتر بولو يعني والده لو كان بيلعب ده بيأثر يعني هل ده بيبقى طبعا جينات طبيعية جينات طبيعية بتتنقل للاولاد فلو باينت عليه طبعا ايه المانع ان هو يعني اسماعيل انت ايه اللي اصلا وجهك للووتر بولو يعني ياسين قال انا كنت بلعب سباحة فارس قال انا كنت بلعب سباحة انت كنت نفس الكلام ولا بدايتك ووتر بولو لا انا بدايتي كانت فولي فولي حاجه حاجه ثانيه خالص حاجه بره خالص طب ليه اللي خلاك تروح ووتر بول الفولي لعبه ممتعه جدا ممتعه جدا انا بحبها بس انا كنت ساعتها ماشي ورا خطوات اخويا الكبير كان بيلعب ايه اخوك الكبير هو كان بيلعب فولي انا قلت امشي ليه في خطواته اعمل نفسي طريق اسماعيل متمرد جامد قوي متمرد جامد قوي يعني بص قال لك انا مش همشي لا انا عايش في جلباب اخي مش ابي انا عايش في جلباب اخي قلت انا مش هلعب طيب مش هلعب فولي طيب فجربت كذا لعبه نعم ايه اللي جربته مثلا في السكه هاندبول وجربت باسكت لعبت كره انت فاضل لك لعبتين وتخش الاولمبياد ما شاء الله خماسي حديث لو لعبت خماسي حديث كمان ايه لعبت مع اصحابي بس مش اكتر طب وبابا وماما كانوا متحملين كل ده؟ لا بابا انا كنت ساعتها ساكن في مدينه نصر فكانت الدنيا قريبه فانا كنت اللي هو بروح بقى اقعد مع اصحابي اقعد العب على بلاي ستيشن طبيعي بعد كده قلت لا انا اروح ووتر بولو العب وكمان انا هسيب الزحمه دي انا العب ورا العب جون وماليش دعوه انت تخش تضربوا في بعض انا مالي بس انت بس انت دخلت وتفوقت انا بتضرب بتضرب ما طبعا بتضرب ما اكيد انا بلعب في الجون بتضرب ما طبعا لما الكره بتوصل لغايه الجون بيبقى في ضرب طب بقول لك يا كابتن بنسمعه الكلام ده صح بيبقى في ضرب تحت الميه وشد وبتاع بيبقى كلام ده مظبوط طبيعي ده انت بتقول طبيعي ده طبيعي ده الطبيعي ما بتزعلش ما بتتقمص مثلا من اللعيبه ما هي اللعبه كده ما انت غصب عنك ممكن كوع يخبط في حد لا ده في ناس بتتعمد ركبه في ناس بتتعمد طبعا بس هو يعني الاذى مش مطلوب يعني مش الاذى ان انت انا مش نازل عشان اذي اللي قدامي انا اوريدي نازل عندي تارجت ان انا اكسب بطوله العب ماتش حلو احقق حاجه للنادي بتاعي لو الموضوع غصب يعني غصب عنك في اطار اللعب لا ده وارد جدا وعادي انه يحصل لكن انت تخرج عن الموضوع تخرج عن النص لا ما انت هتتعاقب بقى في تحكيم وفي طرد وفي طرد بدون بديل فرقتك تقعد خسران اربع دقايق بتلعب ناقص لا مشكله يعني ليها ليها عقوبات طب يعني برضو بيبقى في حاجات مش فوق سطح الميه مش باينه الحكام بيعرفوا يجيبوها طبعا اللي خلي بالك اللي واقف بره بيشوف اكتر كمان اللي واقف بره شايف اكتر شايف الزاويه كبيره شايف اكتر و90% اللي بيحكم بيبقى ممارس اللعبه فعارف ففاهم الوضع عامل ازاي طب اصعب ماتش ليك كان في البطوله ايه يا كابتن يعني فاينل هليوبوليس فاينل ما كانش في ماتشات قبل كده في خمس ماتشات في اسكندريه كان عندي طبعا انا الفكره في الخمس ماتشات بتوع اسكندريه المده انت لعبت خمس ماتشات في 3 ايام ايه ده يبقى انت بتلعب في لا يبقى انت بتلعب انا ويك اند خميس جمعه سبت خميس كان عندي ماتش جمعه وسبت ماتش الصبح وماتش بعد الظهر ده كان استنى لود. بقى انت دلوقتي عندك 30 لاعب طب انت بتلعب ب 15 15 ولا في لعيبه لعبوا الاثنين لا انا سجلت 18 سافرت سجلت 20 سافرت بيهم يعني انت بدلت في خمسه بس بدلت يعني في 10 لعبوا الصبح طب انا مذاكر كويس قول تقريبا يعني 10 لعبوا انتوا 20 لا ما هو انت لازم تسجل 15 في الماتش ايوه ما هو ممكن ماشي نقول اولموست مثلا في 10 او ممكن 11 او 12 انت مش لازم تغير خمسه كاملين فانت على الاقل عندك خمسه لعبوا لما يكون ازيد خمسه لعبوا الصبح وبالليل بالليل طب مش ده يعني صعب مجهود بس بتبقى انت مستعد له يعني الحمد لله رب العالمين على الكل طبعا كسبنا الخمسه كسبنا الخمسه الحمد لله رب العالمين كان اصعب ماتش هناك سبورتنج كان فين على صاله على ملعب نادي سموحه عندهم حمامات حلوه هم سموحه عامل حمام اولمبي هايل ما شاء الله وانت نفسك تتفق مع الكابتن كان اصعب ماتش سبورتنج هو كان فعلا اصعب ماتش سبورتنج اصعب من هليوبوليس ممكن حضرتك تقول كده عشان ساعتها انا كنت متوتر ماتش سبورتنج كنت متوتر ماتش سبورتنج ما كنتش متوتر؟ لا كنت متوتر في ماتش سبورتنج ليه يعني؟ عشان الماتش ده انا كنت مستنيه بقالي سنه ده واضح ان في طار قديم بقى يا كابتن لا ده احنا هنخش في حته الدراما دي ليه بقى؟ الطار القديم يا عم وانت لسه عندك 15 سنه الماتش بتاع اسمه ده سبورتنج هو صعب ومع ذلك يعني في بروفايل كده على انستجرام بيحدد كده من نظريات الناس مين احسن جون او احسن لاعب وكده انا ما كنتش اعرف تمام لقيت اسمي موجود واسم من سبورتنج واحد اسمه ياسين شريف جون في اختيار ما بينهم على الانستغرام يعني السوشيال ميديا دي هتودينا بدايه يا كابتن اتفضل معاك فانا ما كنتش اعرف هو كان عنده فوتس 300 وانا 275
تمام. فرق 25 صوت. اه صحابك فين في المدرسه بيعملوا ايه؟ لا كانوا قاعدين يضحكوا، انا كنت قاعد اضحك. ادي لاصحابك اللينك وخليهم يصحابوا. احنا موبايلات هناك في اسكندريه اصحابنا. يبقى خلاص مفيش. فانت كنت عايز تلعب كويس. انا كنت عايز ابين للناس ان اسمنا لا قرروا مين، شوفوا مين انتوا، مين من نظريتكم، شوفوا الماتش. الحمد لله انا لعبت كويس، مع ذلك هو ما انا للاسف هو ما لعبش، كان عمر رضوان. اه هو صاحبي برده صديقي يعني بحبه. انا يعني الفرقه دي انا كلها صحابي تمام. انا ما شفتهم تاني يوم بالظبط والله عزم عليا فطار. شفت بقى؟ ما هي روح كده. ما هي روح كده. بس هم كلهم زمايل في منتخب مصر. بالظبط كلهم زمايل في منتخب مصر. بيتجمعوا وبيقعدوا وبيسافروا وبيعيشوا مع بعض فترات اكتر من اللي بيقعدوا في بيتك. صحيح. بس حاجه جميله يا كابتن والله، انا نفسي اللي والله انا مستمتع جدا باللقاء. ربنا يخليك. بس غصب عنا الوقت بينتهي. كابتن توفيق جمال طبعا مدير فني فريق 2005 واللي حصل على بطوله الجمهوريه وما شاء الله كؤوس يعني لا تنقطع معانا، بشكرك والف مليون مره. شرفت بحضرتك جدا. انا بشكرك وبشكر كل القائمين على البرنامج وبشكر اداره النادي ومجلس الاداره للثقه والجهاز الثقه اللي حطوها في فرقه 2005 وفيا. بشكركم جميعا يعني وبشكرهم للسبورت اللي حصل يعني الصراحه. استحقوا كده وانتم ما خذلتوش الجميع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله رب العالمين. اسماعيل خواجه حارس مرمى الفريق بشكرك شكرا جزيلا. واوعى تتوتر تاني يا سمر. حاضر ماشي. الف مبروك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين ده كان قصتنا وحكايتنا مع ابطال ووتربول 2005. انتظرونا يوم الاربعاء القادم وان شاء الله هيبقى معانا قصه جديده وبطل جديد، ولكن الاربعاء ان شاء الله. شكرا.